اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج البيت. هنتكلم النهارده عن مشكله موجوده في بيوت كتير قوي، وهي مشكله الحمامات الضيقه. اخد بالي وانا بختار الوان الدهانات او السيراميك على الحيطان ان هو يبقى قريب قوي من تون الالوان اللي في الارض. يعني مثلا لو انا هختار بيج، اختار الاثنين يبقوا درجات قريبه قوي لبعض. كمان نفس الموضوع ده للسقف، ان انا مختار الدهان اللي انا هعمله في السقف احاول على قد ما اقدر ان انا اقربه قوي الالوان الدهانات اللي موجوده على الحيطه او السيراميك اللي موجوده على الحيطه، اللي هو كمان هيبقى قريب قوي من لون الارض. تاني نصيحه اخد بالي منها وانا بعمل الحمام، ان انا هعمل شاور مش هعمل بانيو، لان البانيو بياخد مساحه شويه اكبر، كمان ان هو عالي شويه فبيضيق لي الحمام، لكن الشاور اكيد بياخد مساحه اصغر شويه. كمان لو انا بعمل الشاور اركز ان انا الازاز اللي حوالين الشاور يبقى ازاز شفاف، ما اعملش الازاز اللي هو المصنفر شويه، ولا احط ستاره، لان دي برده بتديني احساس شويه بان الحمام ضيق. لو انا هعمل سيراميك مختلف او لون مختلف في الحيطه بتاعه الشاور او في اي حيطه عندي في الحمام، اخد بالي ان انا اكملها من اولها لاخرها، يعني ما اخليش نص الحيطه مثلا سيراميك او نص الحيطه لون وبقيه الحيطه لون تاني، لان دي بتخلي الدنيا عندي اضيق شويه. بالعكس اختار السيراميك اللي فيه شكل معين من اول الحيطه لاخرها. كمان وانا بعمل السيراميك او الدهانات في الحيطان اخد بالي ان انا مخليهاش نص ونص، يعني مثلا ما اعملش نص الحيطه سيراميك والباقي دهانات، او تلت الحيطه مثلا سيراميك والتلتين دهانات، عشان ده بيديني برضو احساس شويه بالضيق. حتى لو انا عايزه اعمل شكل ممكن اختار ان السيراميك يبقى كله لون واحد، وفي النص مثلا اعمل وزره او حاجه شكلها مختلف، بس كله يبقى تقريبا في سوا واحد. كمان للمرايات يستحسن ان انا لو عندي المساحه ان انا احط المرايه قدام الشباك تكون احسن، عشان دي بتديني احساس اكن عندي شباكين في نفس الحمام، فدي بتديني احساس اكتر بوسع وانا داخله الحمام ان انا عندي كذا شباك او كذا منفذ للهواء. نصيحه كمان، الاضاءه الطبيعيه مهمه جدا في الحمامات، مش بس ان هي بتديني مود حلو للحمام او ان الحمام يبقى شويه منور، اكتر كمان ان هي بتديني احساس بالوسع. معظم الناس مش بتحب قوي ان هو يبقى الشباك كبير او ان هو يبقى الشباك باين قوي عشان اغراض خصوصيه، فممكن انا عشان احط اوصل لحل وسط ان انا ممكن احط ستاره تبقى شويه شفافه، مش ستاره مش بلاك اوت او ستاره حاجبه خالص، فهي كده هتبقى حاجبه الرؤيه وفي نفس الوقت مش حاجبه خالص الضوء اللي جاي من الشمس. كمان اماكن التخزين في الحمامات الضيقه بتبقى شويه مشكله. لو انا مش الحمام عندي مش عارفه فيه اعمل رخامه وتحتها كابينه مثلا للتخزين، ممكن ابدل ده بان انا احط حوض نص ركبه او حوض واقف، وان انا بحط حواليه ارفف دي للتخزين او بحط عليها الفوط. وكمان فكره الارفف دي بتبقى حلوه قوي جوه الشاور، ان انا بعمل ريساس بيتحط عليه الشامبو والحاجات دي، وبس ده مش بياخد مكان من الشاور وبيبقى شكله احلى ويستخدم لتخزين الحاجات اللي انا عايزه احطها جوه الشاور. احنا كده وصلنا لنهايه حلقتنا واديناكي شويه حلول كده للحمامات الضيقه. لو انت عندك مشكله تانية بتواجهك وعايزاني اتكلم فيها الحلقه الجايه سيبيها لي في التعليقات وان شاء الله هتكلم فيها.